مرحبا بكم معنا في هذه النشرة من روسيا اليوم. لو أبدأ معك أستاذ محي الدين قصار من شيكاغو، هل تعتقد أن جهود أصدقاء سوريا الآن ستفلح في الإسراع بإنهاء الأزمة في سوريا في ظل تأكيدهم بأن الحل السياسي هو الحل الأنسب إلى جانب تسليح المعارضة؟ هذه الخطة ما حصل الآن خطة باتجاه صحيح. هناك إعادة لتعريف المشكلة في سوريا، فقد سقط النظام، سقط كل أنظمة أجهزة النظام، سقطت الآن، أسقطتها الثورة السورية. المشكلة الآن انتقلت من مرحلة صراع مع الطاغية إلى مرحلة تحرير سوريا من احتلال إيراني بأدوات روسية بمساعدة من حزب الله. الآن هناك إعادة لتعريف هذه المشكلة الآن، والمجموعة الدولية تعتبر أن هذا التعريف الجديد الذي أنا وضعته الآن أمامكم هو التعريف الذي سيكون عليه لقاء جنيف. عندنا احتلال إيراني لسوريا، النظام انتهى، لا وجود له، النظام لا يستطيع أن يقف على قدميه حتى في إدارة شؤون السير في دمشق دون مساعدة إيرانية ومساعدة رجال حزب الله في دمشق. فما سيحصل الآن هو التزام دولي بمساعدة الثوار بكل الأنواع الأسلحة بإذن تعالى لكي نحرر هذا البلد من هذه الهيمنة الإيرانية على الشرق الأوسط بالكامل. جيد، قبل أن نواصل، أستاذ سركيس بزيد مع من بيروت، هل تعتقد أن فعلا النظام السوري لن يستطيع الوقوف على قدميه كما سمعنا، وأن سوريا الآن هي تحت الاحتلال الإيراني؟ يعني أعتقد بأن هذا الكلام يعني غير دقيق ويجافي الواقع، خاصة بأن حتى مؤتمر أصدقاء سوريا الذي يدعم المعارضة المسلحة في سوريا اضطر أن يعترف مؤخرا بضرورة إجراء حوار مع النظام وعقد مؤتمر جنيف 2. يعني مؤتمر جنيف 2 واضح بأن النظام السوري سيكون حاضرا، ولقد تجاوز المؤتمر 8 يعني الذي أقر هذا المؤتمر عملية تنحي الرئيس الأسد. إذن هناك اعتراف تدريجي من هذه القوى التي كانت تطالب بداية بتنحي الرئيس الأسد، فإذا بها تقبل بعقد مؤتمر جنيف على أن يكون هناك حوار بين النظام وبين المعارضة. طيب الآن كيف الآن كيف تنظر إلى التداعيات المحتملة لقرار الإسراع في إرسال السلاح للمعارضة على سير الأحداث على الأرض؟ كيف سيؤثر تسليح المعارضة على سير الأحداث في سوريا؟ ما هذا يؤكد أيضا بأن هناك تسلح خارجي، يعني هذا ما أقره مؤتمر الدوحة بأن هناك تسليح للمعارضة المسلحة، وهذا تدخل بالشأن السوري الداخلي، لأن الساحة السورية أصبحت ساحة صراع أقليمي ودولي. هناك صراع ما بين مشروعين وبين مجموعة حلفاء، خاصة بأن هذا التحالف يعني سبق ورعى المعارضة السورية. لكن أنت استمعت اليوم إلى وزير الخارجية القطري يقول بأنه لا يمكن أن نذهب إلى جنيف 2 وليس هناك توازن بين النظام وبين المعارضة، لا بد من تسليح المعارضة من أجل خلق التوازن حتى يمكن الذهاب إلى مؤتمر جنيف. إذن هو اعتراف بأن النظام يسيطر على الأرض بشكل أفضل من الأول، لذلك كان سابقا يرفض يعني التسوية السياسية، بينما الآن أصبح هناك اعتراف بأن هناك تقدم للجيش السوري على الأرض ومطلوب إعادة التوازن. إذن لأن هذا التوازن اختل لمصلحة النظام، مطلوب أن يكون هناك تدخل دولي وعربي بالسلاح والمال والدعم بالرجال لإجراء توازن عسكري على الأرض. إذن لأن الميزان العسكري اختل على الأرض، كان هناك تدخل من أصدقاء سوريا لإعادة التوازن، وهذا نوع من التدخل. يعني سبق وأعلن التدخل، وهم يؤكدون ويعلنون صراحة وعلانية بأنهم يريدون أن يتدخلوا مزيد من بإرسال السلاح للمعارضة لإعادة التوازن، بمعنى على كل كما قال الرئيس الروسي يوم أمس في سان بطرسبورغ، تسليح المعارضة والتدخل ليس بجديد وهو يجري منذ فترة طويلة، ربما الفارق أنه انتقل بشكل رسمي وعلني الآن. دكتور محي الدين قصار، هل ما زال الحل السياسي الآن واقعيا في ظل كل هذا التصعيد المسلح على الأرض؟ الحل السياسي من اليوم الأول في الثورة كان بيد النظام، ولا أحد يستطيع أن يفرض الحل السياسي إلا النظام نفسه، والنظام رفض أن يكون هناك حلا سياسيا. أنا كما قلت مسبقا، النظام مات وانتهى، الآن نحتاج
نحتاج أن ندفنه ونخلص منه وانتهينا من اللعبة. نعم. أما بالنسبة للقوى الإقليمية فسوريا ضيفك سركيس يقول نعم. ما يريد أن يقول ومن يريد أن يصرح يصرح. أنا ما أعرفه ليس من انطلاقا من تعريفات من تصريحات، ما أعرفه من واقع الداخل سوريا نعم. أن حتى شرطة المرور في دمشق يتقاسمها الحرس الجمهور الحرس الإسلامي الإيراني وعناصر من حزب الله. هناك إدراك خاطئ لما حدث خلال الشهرين الماضيين نعم. أن الذي حصل أن هناك إقناع لدول العالم جميعا أن هذا النظام لا يستمر بعد سقوط القصير. القصير احتلها النظام بمساعدة إيرانية وحزب الله وعناصر من حزب الله ومخابرات روسية تتعامل مع هذا الأمر وأخذت معه 45 يوم. فرغم أنها سقطت القصير بيد النظام لكن هذا الجهد الكبير الذي بذله النظام كي يثبت قصير أثبت للعالم أن الثورة السورية حصان رابح، كل ما يحتاج هو بعض المساعدات. على كل حال الدولة السورية هي دولة ذات سيادة والقصير هي منطقة سورية، لا يمكن أن نقول بأن دولة احتلت جزء من أرضها. لا هذا الكلام ليس له. دولة سورية لا تملك من السيادة أكثر مما ملكت أفغانستان عام 1978 نعم. هذا بشار الأسد لا يحكم أكثر من جبل المهاجرين الحي تبعيته. فأنت تقول لي دولة سورية لها سيادة، أي دولة سورية عدد أي دولة لها سيادة يكون عدد سكانها المهاجرين برات البلد أكثر من عدد السكان في داخل البلد. أي دولة لها سيادة يكون رئيسها. لكن أستاذ محي الدين هناك من يقول لك بأنه الخطر فيما بعد النظام أكثر من الخطر في ظل وجود النظام بحد ذاته. أنت تقول بأنه يجب أن ندفن هذا النظام وننتهي منه، هل فكرت فيما بعد النظام؟ هل فكرت ما الذي سيفعله السوريون مع جبهة النصرة مثلا؟ هذا الكلام غير مقبول أخي الكريم نعم. هل عقمت سوريا من أن تجلب إلا عملاء إيران وروسيا؟ هناك 13 مليون سوري في سوريا كلهم أصلحوا من بشار الأسد لحكم سوريا. لو أتينا بقرد من الغابة أتينا بقرد وقلنا له خذ قرارات لمدة 50 سنة لما حصل في سوريا دمار مثل ما حصل تحت حكم بيت الأسد وعملتهم لإيران وروسيا. هذا الكلام غير مقبول. وصلت الفكرة. أستاذ سركيس من بيروت، المجتمعون في الدوحة دعوا إلى إخراج مقاتلي حزب الله وآخرين عراقيين وإيرانيين من سوريا وحذروا من خطورة الطبيعة الطائفية للصراع الآن على المنطقة بأسرها. هل تعتقد أن ما يدور الآن أخذ شكلا طائفيا صرفا أم في الأمر وجهة نظر مختلفة؟ هناك يعني دخول حزب الله على الموضوع يعني ربما كان هو آخر من تدخل، لأن يعني هناك العناصر التي تقاتل على الأرض السورية هي من مختلف ديار العالم، يعني هناك فرنسيين وهناك أوروبيين وهناك من مختلف دول العالم الذين يقاتلون، لأن هناك فريق أعلن الجهاد واستنفر وكان هناك مقاتلون من مختلف الاتجاهات دخلت إلى سوريا وحاولت أن تفرض نوع من الحكم المتطرف التكفيري في المناطق السورية، وهذا ما جعل كثير من السوريين يستاءون من هذا التدخل الخارجي وأخذ البلاد إلى منطق تكفيري وإلى قيام أحكام للشريعة مما أظهر وهو مناقض لكل حقوق الإنسان، لدرجة بأن كثير من لجان حقوق الإنسان المقربة من المعارضة اضطرت أن تعلن هذا الموقف وتدين هذه الممارسات المشينة. ولكن هناك صح، أنا برأيي هناك الأزمة السورية هي أزمة مركبة، هناك لا شك بعض المطالب محقة وهناك قوى ديمقراطية سلمية ترفع شعارات محقة، ولكن بنفس الوقت هناك صراع إقليمي ودولي. هناك صراع إقليمي ودولي، لكن أريد منك إجابة مختصرة، ماذا أو كيف تتصور وضع سوريا لو رحل النظام فجأة كما يطالب البعض؟ يعني دخول سوريا بالفوضى وتدمير المجتمع بسوريا أنا برأيي هذا هو المطلوب، لأن المخطط الأمريكي هو تدمير منطقة المشرق العربي ككل، تدمير المجتمع حتى لا تتمكن هذه الدول، وهذا ما حصل في العراق وما يحصل في مناطق أخرى، لأن الهدف
هو يعني عد تدمير المجتمع وعدم وحدة المجتمع حتى لا يتمكن هذه المجتمعات من قيام ديمقراطية وتنمية حقيقية وقيام مقاومة وممانعة جدية. لذلك الصراع مفتوح بسوريا من أجل تدمير البنى التحتية، تدمير الإنسان، تدمير الجهات. شكرا جزيلا لك. وبالنتيجة دولة عربية فاشلة جديدة في المنطقة. وصلت الفكرة، أعتذر على مقاطعتك. شكرا جزيلا لك سيد سركيس بزيد المحلل السياسي والصحفي، كنت معي من بيروت. وشكر موصول أيضا لرئيس الجمعية السورية الأمريكية الدكتور محي الدين قصار، كان معنا من شيكاغو الأمريكية. شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا.